مرحبا، قبل أن أبدأ بتحويل هذه الطوبة إلى هاتف صالح، أريد أن أشكر كل من وضع إعجاب وتعليق أو انضم إلى أصدقاء القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو. الشرح يحتوي على ثلاث خطوات أساسية. أولا، عليك فتح برنامج الميراكل بوكس، ثم الضغط في خانة الأمتك على رايت، ثم أوبن، ثم اذهب إلى الملف الذي قمت بتحميله، هو RGX 130 Full Backup المرحلة الأولى، ثم نضغط على سكاتر. الآن نضغط على أوكي، ثم نذهب إلى الهاتف ونقوم بتوصيل الـ USB. الآن يبدأ بقراءة الجهاز. وهذه الملفات التي علينا أن نقوم بالفلاش لها. أنا سأقوم بفلاش لبعض الملفات فقط، هو الـ NVRAM. في حال قمت بتحديد كل الملفات ستحدث بعض الأخطاء. الأفضل أن تقوم بتحديد الملفات الأساسية. يمكنك وضع السيستم مع الـ NVRAM والـ NVData، هذا ما قمت به أنا. ثم نقوم ب أوكي وتبدأ عملية الفلاش. الآن أنا أسرع الفيديو وتتم عملية الفلاش بنجاح. المرحلة الثانية هي نقوم بتغيير الإيمي، وذلك بالضغط على Ctrl زائد N. ستظهر لك هذه الزر Switch Off، وفي الخانة السفلى إيمي 1 نقوم بكتابة الإيمي، وإيمي 2 نقوم بكتابة الإيمي. الإيمي موجود خلف الجهاز، أنا قمت بكتابة إيمي عشوائي من أجل الفيديو فقط. ثم نقوم بتحديد كل الأزرار التي قمت بالضغط عليها، مثل الميدي والفاكتوري ونيو بيتي إلى آخره. ثم نقوم بالضغط على ستارت بوتون، ثم بعد أن نزع البطارية وإعادة تركيبها سنقوم بتركيب الكابل USB. يبدو أنني أخطأت. حاول أن يقوم بتغيير الإيمي. وقد نجحت المهمة بكل جدارة. الآن نقوم بالخطوة الثانية، وهي فلاش إحياء الهاتف. نذهب إلى فلاش تول، ثم نقوم بالضغط على برنامج الإكزيكيوتابل، ثم نقوم بنسخ مسار الملف فلاش المرفق معه. أولا علينا بتحديد الداونلود أجنت، وهو الملف الموجود مع ملف فلاش، ثم ملف سكاتر، وهو الملف الذي قمنا بنسخ مساره من قبل. ثم نقوم بالضغط على داونلود. الآن بعد نزع البطارية وإعادة تركيبها سنقوم بتوصيل الـ USB من جديد. يبدو أن لدي جهاز ضعيف، وهو قام بالبدء. الآن انتهى كل شيء. داونلود أوكي. سنتأكد من كل أشياء. هو الجهاز يشتغل. واو، سنجرب الإيمي. هل نجح التغيير بنجاح؟ نعم.